بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. My dear respected beloved brothers and sisters, Assalamu alaikum. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and every one of you. I take this opportunity to welcome you to our daily live stream broadcast. This program is coming to you from your Zawiya here at the Islamic Forum of Canada. We thank you for joining us today, and we hope you can be with us every day at 7 p.m. Toronto time. We kindly request you to contact your family members, your relatives, your friends, and other Muslims you know. Tell them about this program and remind them to sign in to the chat now. Inshallah, they will benefit from the program and you will receive great blessings from Almighty Allah. The first segment of our program consists of special Quran recitation, followed by sacred words of dhikr, then a special dua for each and every one of you. The second segment of our program consists of special lectures for your educational upliftment. The third segment of our program focuses on qasida training for you. The fourth and final segment is the interactive segment, including Q&A, question and answer session, project updates, my concluding remarks, and a special dua for everyone. Once again, thank you for being a part of the IFC family. We hope you enjoy and you benefit from this program. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك،
وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا،
حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
يا لطيف 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 يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا لطفا يليق بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات نتقرب إليك بكل صلاة سليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية من الكمالات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه به في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله we'll continue with ذكر جامعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة
نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. إن شاء الله make dua now. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for our Shaykh, teacher, murshid, and master, Sayyidina Shaykh Faisal Hamid Abdul Razak. O Allah, may you increase him in knowledge and wisdom. O Allah, may you protect him from evil, and we pray that he will lead his murids on the straight path towards you. O Allah, we pray for the Shaykh and his family. We pray that you strengthen them in Iman, keep them in good health, and grant them long life in Islam. O Allah, we pray that you protect them from all evil, ease their trials, and grant them the sweetness of paradise. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah forgive us for our sins and guide us on the straight path leading to paradise. O Allah, you know the needs of all of us present here. O Allah, answer our dua and take care of our needs. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for our parents that you grant them your grace and mercy as they raised us in childhood. O Allah, grant our parents long life and good health in Islam. O Allah subhanahu wa ta'ala, forgive our parents and grant them paradise. O Allah, for our parents who have passed away and returned to you, O Allah, we beg you to forgive them. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for all the murids of Shaykh Faisal throughout the world. O Allah, we pray that you ease our trials and grant us the strength to face our trials. O Allah, make it easy for us to gain true knowledge and to practice it, to be good murids and to get ever closer to you. O Allah, you know the needs of all of the murids. O Allah, we beg you to answer our dua and take care of our needs. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for all the Muslims around the world. O Allah, we pray that you strengthen us in Iman. O Allah, we pray for unity and to make us stronger as a nation. O Allah subhanahu wa ta'ala, please comfort and relieve all Muslims who are suffering and have suffered losses. O Allah, you are the all-powerful and the almighty. O Allah, we beg you to give us victory against the unbelievers. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for the International Islamic Forum and Al-Fasl al-Dhikr Halaqa. May you make it easy for us to establish many masjids for your sake. May you bless the Islamic Forum and Al-Fasl al-Dhikr Halaqa to be a beacon of light for Islam throughout the world. And may you help us to finish building the new masjid soon and make it easy for us to do so. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursani walhamdulillahi rabbil alameen. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم أنه لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين أما بعد My dear respected brothers and sisters, my dear Muris, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. May the peace and blessings of God Almighty be with each and every one of you. And welcome once again to this special program coming to you from the Islamic Forum of Canada, where we share with you this message of mercy from God Almighty to all of His creation. This is our daily broadcast, starting at 7 p.m. Toronto time or Eastern time, and coming to you from your Zawiya here at the Islamic Forum. We thank you for joining us today for our broadcast, and we hope you can join us every day at 7 p.m. And we kindly request you to reach out to your family members, your relatives, your friends, and other Muslims that you know. Tell them about the program and encourage them to watch the program. Inshallah, they will benefit and you will receive increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Remember the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says, "Man dalla ala khayrin fahuwa kafa'ilihi." If you get someone to do something good, then you will share in those blessings. So when you get someone to look at a program and they benefit from the program, you will share in those blessings. You will receive blessings, increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Do remember to subscribe to the YouTube channel. Share the link with others, youtube.com/Sheikh Faisal. Subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Next to the subscribe button, there's a bell icon. Click on the bell and select all for notifications that you will be notified of all our different programs. Do remember as well to enter your information into the chat, your name and the city where you're from, and your updates on the different projects. The Gratitude Project, Salawat Project, Quran Project, and so on. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. Today, we also want to recognize and make special dua
for our donors, all those who donated to the Islamic Forum today, yesterday, and before. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. I mean, special dua for all our donors. Allah subhanahu wa ta'ala bless them, bless their families, bless their loved ones, enrich them many more times than what they donated to Islamic Forum. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase them in His rizq and accept all their dua. So special dua for all our donors. And then for the sponsors of the dinner program, all the families, especially the sisters who've sponsored the dinner program, may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. There are several requests for dua. We want to include all of your requests for dua in our need of dua as well. And special dua for all those who entered the information in the chat, their name, city, and their updates on the project. We make special dua for them because they've made the extra effort to enter and type in the information in the chat. So special dua for them. And special dua for each and every one of you. I want to make special dua for each and every one of you. Whatever dua you would like to make, you keep that in your heart and we'll make dua for you, inshallah. And then dua for my family and my mom and dad. And please, if possible, remember them in your dua as well. I want to also share this special appeal to you to donate to the Islamic Forum. Remembering the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malin bis-sadaqa," your wealth will never decrease because of spending in the way of Allah. It will surely increase. "Ma naqasa malin bis-sadaqa," and in this particular hadith, the Prophet alaihi wasallam took an oath by Allah, and then he mentioned these words, "Ma naqasa malin bis-sadaqa," to emphasize the meaning of what he's saying. "Ma naqasa malin bisadaka," your wealth will never decrease because of spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. It will surely increase. So we encourage you and appeal to you to make a generous donation to the Islamic Forum, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. I also want to assure you that here for our program, we focus on our interest is your safety, your well-being, your afiyah. As the Prophet mentioned in the hadith, among the greatest gifts, among the greatest blessings you can have in your daily life is afiyah from Allah subhanahu wa ta'ala. We make dua for you that Allah subhanahu wa ta'ala grant you afiyah in all the affairs of your life. And then your spirituality. We make dua Allah subhanahu wa ta'ala keep you close to Him, keep you always in the shade of His mercy. Your spirituality, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala, your connection with the Prophet sallallahu alayhi wasallam. We also have some special short video clips that our staff here at the Islam Forum have prepared for you. We want to offer this to you as a special gift for each and every one of you. So the short video clips, what we call the editor's pick. And then a special series of video lectures on the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we offer these as gifts for you. If you'd like to receive the link for these short video clips and then the series, do send us an email with your contact details, your email address, and your WhatsApp number if you have one, so we can send this information to you. And now we'll make a special dua that Allah subhanahu wa ta'ala bless you on this blessed occasion, inshallah, before we continue our program for today. So please raise your hands and join me in dua. Allahumma ameen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين
اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم آمين آمين آمين. May Allah subhanahu wa ta'ala increase us in tawfiq and kubul and ziyada. I also want to remind you once again of the special ongoing projects, the gratitude project, the salawat project, and the Quran project, for you to be mindful that you engage with these projects every day and then enter the update, your update, in the chat. Today I want to focus on the Quran project to say something about the virtues and the blessings of reciting the Quran. The Quran project is to recite at least one page of the Quran every day. This is the starting point, the first step. Start from the beginning of the Quran and go through sequentially until you finish the Quran, inshallah. So recite one page of the Quran every day at least. There are days when you may have more time, you can recite more of the Quran. And it's based on what Allah subhanahu wa ta'ala reveals in the Quran, in Surah Al-Kahf, chapter 18, verse 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. And recite what has been revealed to you of the book of your Lord, book of Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran. None can change His words, the words of Allah. And none will you find as a refuge other than Him, other than Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala is commanding us to recite this Quran. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ.
And so, responding to this command of Allah subhanahu wa ta'ala, we have this beautiful, sacred, blessed Quran project to recite the Quran every day, at least one page. In other words, no day should pass you by except that you recite at least one page of the Quran. And it takes just a couple of minutes to recite one page of the Quran. So it's something that's doable, practical, and very blessed for you. It causes you to be counted from among the best of Muslims, the best of believers. In the hadith that's narrated by Sayyidina Uthman ibn Affan, the Prophet says, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best of you is the one who studies the Quran and teaches it to others. And by being part of this program, you are achieving this, to be counted from among the best of Muslims, the best of believers. Because reciting one page a day, you're studying the Quran. That's one aspect of the hadith of the Prophet ﷺ. And then, as you invite others to look at the program, your family members, relatives, friends, and other Muslims you know, they look at the program, they learn more about the Quran project, they join the Quran project, and they because of they gain more knowledge about the Quran, you're contributing to that. And so you're counted from among those who are studying Quran and teaching it to others. You then would be considered to be from among the best of Muslims. The Prophet ﷺ says, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. I also shared you this beautiful hadith that's reported by Imam Muslim in his Sahih and narrated by Sayyidina Abu Umama. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. So the Prophet عليه الصلاة والسلام says in this hadith, recite the Quran, recite this holy Quran, because on the day of judgment, it will come as an intercessor for its reciters, for its companions. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. The Ashab al-Quran, companions of the Quran. So by you reciting this Quran every day, at least one page, you're connected to the Quran, you become from among the companions of the Quran, the Ashab al-Quran. And then what happens? What's the consequence of that? The Quran will come on the Day of Judgment and it will intercede for you. And the Quran, pure, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, the uncreated word of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accept the intercession of the Quran. So what a great blessing for us. So I encourage you, make your niyyah to join the Quran project if you have not done so. And then you start reciting your one page every day. Start from the beginning of the Quran and continue like this. The next hadith I want to share with you is a hadith which is reported by both Imam Muslim and Imam Bukhari. And that means it's muttafaqun alayhi, agreed upon. And narrated by Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ikra'u alayya al-Qur'ana. Faqultu, ya Rasulullah, akra'u alayka wa alayka unzila. Qala, inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Subhanallah, what a beautiful hadith. So in this hadith, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud said, one day the Prophet ﷺ said to him, read out the Holy Quran to me. Read this, recite this Quran for me. I said, O Messenger of Allah, shall I read it out to you? Whereas it was revealed to you? He said, the Prophet ﷺ said, I like to hear it from others. Then he began to recite the chapter Surah An-Nisa till I reached this verse.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. How will it be when we shall bring a witness from every nation and people, and we'll bring you, O Prophet, as a witness against them? When I said that, the Prophet said, Hasbuka al-an, sufficient it is for you. And then I turned towards the Prophet ﷺ, and I found his eyes overflowing with tears. The Prophet ﷺ was crying, listening to the Quran. This is his relationship with the Quran. So here, the Prophet ﷺ mentioned that he loves to hear this Quran from others. So that's why he asked Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. The companion, Sahabas, they used to say that Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, this great Sahaba, noble companion, he had such a beautiful voice. When he would recite the Quran, the Sahaba said they felt as if the Quran was being revealed to them now. Such was his beautiful recitation of the Quran. And so he recited the Quran, and then the Prophet listened to him, and the Prophet alayhi salatu wasalam was crying, tears overflowing from his eyes, listening to the Quran. SubhanAllah, this is his relationship with the Quran. This is what all of us should strive to be, have this close relationship with the Quran. And the final thing I want to mention today to remind you of is that the Prophet ﷺ says that when you recite the Quran, every letter of the Quran you recite, you get a blessing for it. And he mentioned, by way of example, when you recite Alif Lam Mim, you don't get one blessing or one thawab. For Alif, you get a thawab, a blessing. For Lam, you get a blessing. For Mim, you get another blessing. Such is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And so may Allah subhanahu wa ta'ala bless us to love the Quran, bless us to recite the Quran, and make it easy for us to recite the Quran every day. And may Allah subhanahu wa ta'ala count us to be from among Ashab al-Quran, the companions of the Quran. Ameen, ameen, ameen. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله تقرأ روح ما أحلاه
تسبيحة ملحسنة بها تنال الخيرات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، فيها للسكم دعوى، فيها للتفريق وهي كلمة التقوى. لا إله إلا الله، هي شفاء الصدور، هي نور على نور، ذكر ربك الغفور. لا إله إلا الله، هي النعمة العظمى، هي المقام الأسمى، ليس تبقي على ما. لا إله إلا الله، هي شفاء العلل، فيها إصلاح الخلل، فابخر لا تخشى الملل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، استغفر الله 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 استغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما وتعليما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. My dear most respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty Allah, God Almighty, be with each and every one of you. Today we continue with our reflections on this amazing ayah in the Quran, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Remember me and I will remember you. This ayah that contains countless spiritual mysteries from Allah subhanahu wa ta'ala, which would benefit the believers. And specifically, we are focusing on the benefits of dhikr, the fada'il of dhikrullah. In our previous programs, we mentioned 11 specific points, and we ended in our last program to mention the importance of mahabbah, of love for Allah subhanahu wa ta'ala. Where Allah subhanahu wa ta'ala has made dhikr the gateway to his love, to achieving his love. And so the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala induces love for Allah. And this is the true spirit of Islam and the pivot of deen and the source of success and salvation, or falah and najat, in this dunya and more importantly in the akhirah, in the hereafter. And he who seeks access to the love of Allah subhanahu wa ta'ala should do dhikr frequently and profusely and continuously. And so just as how reading and repetition is the door to knowledge, so the dhikr of Allah is the gateway to his love. And so if we want to develop the mahabbah, the love for Allah subhanahu wa ta'ala, then we should turn to dhikr of Allah, to the remembrance of Allah. Dhikr also involves muraqabah and mushahada. And this is what is achieved as a result of the maqam of ihsan, the stage and spiritual station of ihsan. And this is the among the greatest objectives of the dhakirin, those engaged in dhikr, that is to attain the maqam of ihsan. And the Prophet alayhi salatu wasalam defined ihsan when he answered the question of Sayyidina Jibreel alayhi salam, who asked him about ihsan, and the Prophet said, "An ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." To worship Allah as if you can see him, and if you cannot see him, then you must know that he sees you. And so we are ever in the presence of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sees everything that we do, and he is ever aware of all our actions. And once we are conscious of this, then we would behave as if we know and we are conscious that we are always in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the station of ihsan, because then we will strive to be the best we can be. We'd strive to achieve excellence every moment of our lives in this relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikr also helps realization of Allah, so that over a period of time, a stage is reached
when the dhakir regards Allah subhanahu wa ta'ala as his sole cherisher, his guardian, his master, his Rabb, his Lord, and he turns to him in all situations. Now this is easier said than done. This is something that Muslims would believe in, and they would unhesitantly accept belief in this concept, that they should turn to Allah subhanahu wa ta'ala in all situations, and that Allah subhanahu wa ta'ala is the cherisher and sustainer, guardian and master and Rabb or Lord of all his creation. But saying it or knowing it is different from living it. And this is what we really need to achieve, to live this concept in our lives. And the dhikr of Allah helps us to realize this, helps us to achieve this realization of Allah so that we can live this concept in our life, where we truly recognize that Allah subhanahu wa ta'ala is our sole cherisher and sustainer, our sole guardian and master, and we return to him in all situations. There is the classic example from the time of the Prophet alayhi salatu wasalam that Allah subhanahu wa ta'ala refers to in the Quran, and it was the the Ghazwatul Ahzab, when the coalition of unbelievers, the coalition of non-Muslim forces gathered together and marched on Medina. And there were those in Medina who would tell the Muslims, and Allah subhanahu wa ta'ala mentions this, أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ, that the people have come together against you. They have formed this massive coalition, this massive confederation of forces. They are so strong, so powerful, that you cannot face them. فَخْشَوْهُمْ, so you must fear them. But the response of the believers, فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, they were increased in faith when they were faced with this situation. And they said, our protector is Allah, and he is the best disposer of our affairs. Hasbunallah wa ni'mal wakil. This is the mindset of the believer who truly believes that Allah subhanahu wa ta'ala is the sole cherisher and sustainer, guardian and master, Rabb or Lord of all his creation. This is how the person with this conviction would respond in a situation when they're faced with such a strong enemy that has already declared their intention to destroy you. And the people are saying, you must fear them, you must surrender, you must give in, you must give up, you must run away. But no, the Sahabas, that small community of Muslims in Medina, they responded differently. They were only increased in faith, in belief in Allah. فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, and they say, حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, Allah is our protector. Allah alone is our protector. He is the sole cherisher, the sustainer, the guardian, the master, the protector. And if Allah subhanahu wa ta'ala is protecting us, then nothing and no one can defeat us. But if Allah subhanahu wa ta'ala doesn't protect us, we don't need any strong force to defeat us. Anything can defeat us. Even our own selves can be the source of our downfall and destruction. The Sahabas realized this, and they lived it in their lives. And it was through the dhikr of Allah that they achieved that level. And so the dhikr helps in this realization of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we can achieve this great maqam where we truly believe and we live the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is our sole cherisher and sustainer, guardian and master and protector. The dhikr of Allah is the key to the nearness to Allah. This is the miftah al-qurb al-ruhi, the key for nearness and spiritual closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. It is the dhikr of Allah. Just as how the scholars have said, miftahul khayr kullahu as-salatu was-salamu ala nabi,
the key to all goodness in this world. The key to all goodness in our entire existence is the Durood Sharif, Salawat on the Prophet alayhi salatu wasalam. In a similar way now, the key to nearness to Allah, qurb, closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, is the dhikr of Allah. And the greater the dhikr, afwan, the greater the dhikr, the greater the nearness or closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. And the corollary of that is also correct. The greater the indifference on our part, or the indifference to dhikr, the greater the distance from Allah subhanahu wa ta'ala. This is important for us to recognize, to realize. The closeness to Allah and the estrangement from Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qurb wal-bu'ad. So the qurb ruhi, this spiritual nearness and closeness to Allah, is achieved through dhikr of Allah. And the more we do dhikr, the closer we get to Allah subhanahu wa ta'ala. And who was the closest from among all the creation of Allah? Who was the closest to Allah? The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the Sayyidah Aisha described him in a narration that's reported by Imam Bukhari in the Sahih, that the Prophet alayhi sallallahu alayhi wa sallam would engage in the dhikr of Allah at all times and in all situations. And this is the description of Ulul Albab, the special group of believers that Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ali Imran describes as Ulul Albab, the special group of believers. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Subhanallah, the Prophet alayhi salatu wasalam, when he recited this ayah, and as Sayyidina Bilal radiallahu anhu narrates for us this, because Sayyidina Bilal saw him in this state after Aisha, the Prophet was reciting this ayah and he kept repeating it, and he was crying. And Sayyidina Bilal saw him there and he left the masjid. And he came back at Fajr time for Fajr, and he saw the Prophet doing the same, continuing with the same thing. He was still there in that same spot, tears flowing from his eyes, repeating this ayah that Allah subhanahu wa ta'ala had revealed. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِينَ عَذَابَ النَّارِ. This is the state of the believers. This is the state of the believers. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. They remember Allah when they are standing up, when they are reclining or sitting down, when they are lying down. In other words, in all physical states, in all times and in all situations, they're remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And so this is the key to nearness to Allah. The Prophet alayhi salatu wasalam was the nearest of all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala to him. And he was the one who engaged in the dhikr all the time. And this is the way for us to get closer and closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to engage in the dhikr of Allah. In a similar manner now, if we are indifferent to dhikr, if there is this ghafla, this heedlessness, this indifference to dhikr, it takes us away from Allah subhanahu wa ta'ala. We become more and more distant from Allah subhanahu wa ta'ala. The estrangement is there. And we should be mindful about that. Because when we forget Allah, He causes us, or He allows us, to forget ourselves and who and what we are. And what becomes of us then? Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Hashr says, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Don't be like those who forget Allah and He caused them to forget themselves. They are the losers. أُولَيْكَهُمْ الْخَاسِرُونَ. They are the true losers. The ones who lose the dunya and lose the akhirah.
And in another ayah in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. That is the true loss. That is the true loss. When we remove ourselves from Allah, when we are distant from Allah, we take ourselves away from Allah subhanahu wa ta'ala. How can we then get the barak of Allah, the blessing of Allah in our lives? And so dhikr takes us close to Allah. And the absence of dhikr in our lives takes us away from Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikr opens the door of ma'rifah, or realization of Allah. And ma'rifah is this special station that the dhakireen strive to achieve. This knowledge of Allah, this consciousness of Allah, this realization of Allah subhanahu wa ta'ala, which enters into our heart, and from our heart it spreads to the rest of our body, so that we live this concept in our lives. And it is through the dhikr of Allah that we achieve this ma'rifah, or realization of Allah. Dhikr makes one realize the greatness and grandeur of Almighty Allah and strengthens the consciousness of His omnipotence. Allah subhanahu wa ta'ala is all-powerful and almighty. But it takes constant and continuing and deep reflection and contemplation to truly realize that. Once again, it is easy to reach the theoretical level of knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is omnipotent, that Allah subhanahu wa ta'ala is all-powerful and almighty. If you ask any Muslim, is Allah subhanahu wa ta'ala the most powerful, all-powerful, the most mighty, almighty? They'll say yes, the knowledge is there. But what do we do with this knowledge? Because there are certain implications of this knowledge. If Allah subhanahu wa ta'ala is almighty and all-powerful, then there is nothing and no one in this entire universe that is more powerful than Allah subhanahu wa ta'ala. There is no human being that is more powerful than Allah. Why then should we fear a human being and not Allah subhanahu wa ta'ala? You see the implication of this concept? Because sometimes we fear people. We are mindful of people and we try to please them and we disobey Allah. If we had this realization, this consciousness that of the greatness and the grandeur of Allah, we wouldn't fear others and disobey Allah. No, we would want to obey Allah. It doesn't matter what other people say. And so the Prophet alayhi salatu wasalam says that for the one who strives to please Allah, even though he or she may displease people, then Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with that person. And ultimately, He would cause the people to be pleased with them. But for the one who displeases Allah in order to please people, then Allah subhanahu wa ta'ala is displeased with them. And ultimately, He will cause the people to become displeased with them. Subhanallah. Be mindful of that law and sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should strive to please Allah subhanahu wa ta'ala no matter what the consequences are, no matter what other people may think about us. If we're in a situation that we are tested in this way, hold on to Allah, hold on to the rope of Allah, hold on to obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. If we're in a group of people and they are eating haram things, haram food, we don't have to do that to please others. No, we must know that first and foremost, we must please Allah subhanahu wa ta'ala. So we can only eat and consume and drink what is halal. And so if others around us, we happen to be in a crowd where people are consuming haram things, drinking alcohol and so on, we don't have to do that. Because we know we must obey Allah subhanahu wa ta'ala. People may be displeased with us that we don't do what they're doing. They may call us names and so on. But we must hold on to this ridwan of Allah to gain the pleasure of Allah. We do this to please Allah, not to please other people. If that means disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. And when we strive to please Allah,
even though other people may be displeased with us, Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with us. He's happy with us. And that is what is important in our lives. So the dhikr of Allah causes one to realize the greatness of Allah, the grandeur of Allah, the power of Allah, and strengthens the consciousness of Allah in our minds and our own consciousness of the omnipotence and the all-powerful nature of Allah subhanahu wa ta'ala. The dhikr of Allah causes one's mention in the court of Allah. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, which is the ayah that is the basis for this entire series of discourses on the benefits of dhikr. There is a beautiful hadith Qudsi that we want to share with you that concerns this point about one being mentioned in the court of Allah as a result of engaging in dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that Almighty Allah says, so this is why it's a hadith Qudsi as opposed to hadith Nabawi, because the Prophet ﷺ is reporting what Allah subhanahu wa ta'ala says, making it a hadith Qudsi or a divine tradition. Allah subhanahu wa ta'ala says, I treat my servant according to his expectations of me. This is an amazing concept. I treat my servant according to his expectations of me. What we expect of Allah subhanahu wa ta'ala, that's how He responds to us. So for example, when we make dua to Allah for forgiveness, oh Allah, forgive me. If we are truly convinced that Allah is all-powerful to forgive us, He can forgive us, then the forgiveness comes to us. But if it's just empty words that we say, we just repeat it, oh Allah, forgive me, without meaning it, without being convinced about it, Allah subhanahu wa ta'ala would respond to us in that way. Allah subhanahu wa ta'ala treats His servant according to their expectations of Him. And I am with Him when He remembers me. Allah subhanahu wa ta'ala says, I am with Him when He remembers me. If He remembers me in His heart, I remember Him in my heart. If He remembers me in a gathering, I remember Him in a better and nobler gathering. That is the gathering of angels that are circling or circumambulating the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. The angels that are with Allah. The gathering of that with Allah, that noble gathering. And what gathering can be nobler than that? The special angels that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to be in His presence. So if He remembers me in a gathering, I remember Him in a better and nobler gathering. Subhanallah. And wouldn't we want to be remembered by Allah, to be mentioned by Allah? What a great honor that is, that Allah subhanahu wa ta'ala would mention us by name. When we engage in the dhikr of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala boasts to His angels. When we engage in His remembrance, we engage in His obedience and serve Him. Allah subhanahu wa ta'ala continues, if He comes closer to me by one span, I go towards Him by a cubit length. And if He comes to me a cubit length, I go towards Him an arm's length. And if He comes to me walking, I go to Him running. Subhanallah. And that's reported by Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidhi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Al-Bayhaqi, Rahimahumullah. May Allah be pleased with all of these great scholars of Islam, these great collectors of the hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam. So this is a wonderful divine tradition, the hadith Qudsi of the Prophet alayhi salatu wasalam, about how Allah subhanahu wa ta'ala remembers us when we remember Him, and how He mentions us when we remember Him. And so the dhikr of Allah causes our mentioning in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And I tell you, when Allah subhanahu wa ta'ala mentions us in His court to the angels mention it to the other angels. And before we know it, all the angels in creation are mentioning us because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned us. And that is done through the dhikr of Allah.
May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with these great blessings and bless us to be from the dhakireen, those who are constantly engaged in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Walhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 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 نور ولا يا حي نور لك الرأي حي نور ولا يا حي نور لك الرأي حي سار عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جب تلک یہ چار دار جن ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چار دار جن ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام سبحانك إني
كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. الأسرار ما محدا أروح له أدنى ثمني قطل لقطا بمدى الزمن أشاذلي وأبو الحسن بحر الأسرار ما محدا أروح له أدنى ثمني قد دل على المولى وسما بالفضل إلى أعلى كلني قد دل على المولى وسما بالفضل إلى أعلى كلني وذا في هذا العلم بما قد زاد على أبهى فدني قل لقطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار ما مهدى أروح له أدنى ثمن معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنن معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنن ورسول الله وسيلته فاغرف من هاتيك السنن قد ضل قطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الاسرار امامهدى اروح له ادنى ثمن واساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن فاسلك بالاسم المفرد يا صوفي وبالحق استعني قد ضل قطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار بامودا أروح له أدنى ثمن خب وافن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فني خب وافن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فني وادخل أبواب الغيب وسل ما شئت وللأسرار سوي قل لقطى بمدى الزمن أشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار ما مهدى أروح له أدنى ثمن واشرب كأس العرفان وذق سر التوحيد ولا تكني واشرب كأس العرفان وذق سر التوحيد ولا تكني وبحب رجال الله فذل وإمام الكل أبي الحسن قل لقطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار ما مهدى أروح له أدنى
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. يا رسول الله نذرا يا حبيب الله 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 يا رسول الله نذرا يا رسول الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله
على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثاته محمد جاء بالآيات والحكام صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها محمد ظهرت فينا هداياته محمد هديه نورا لكل عام محمد عامنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جشن آمد رسول الله الله بيبي آمنا کے پول الله الله جشن آمد رسول الله الله بيبي آمنا کے پول الله الله جب کے سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمہ بھی خوشیاں سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی چہرے کے
جشن آمد رسول الله الله بیبی آمنا کے پول الله الله جشن آمد رسول الله الله بیبی آمنا کے پول الله الله استغفر 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد تجرس لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد جبلت بالنور تينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين الإنعام والحكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرك حقا على عالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد ذكر روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد, my dear beloved, respected brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. And once again, welcome to our special program, our daily live stream broadcast, coming to you from the Islamic Forum of Canada, your Zawiya here, starting at 7 p.m. every day. We thank you for joining us today. We hope you can join us every day at 7 p.m. Toronto time. Do remember to reach out to your family members, your relatives, your friends, and other Muslims you know, and tell them about the program. Encourage them to watch the program, remind them to watch the program, and sign into the chat. Inshallah, they'll benefit from the program, and you will receive increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. We want to thank all our sponsors and donors, the sponsors for different projects, in particular the dinner program for every Islamic month, every day here at the Islamic Forum. The donors, those who donated today, yesterday, and before, we want to thank them for donating to the Islamic Forum. We need your financial support, and we hope you can donate generously to the Islamic Forum. May Allah subhanahu wa ta'ala enrich you many more times, increase your rizq, and put barakah in your wealth, all because of your donations to the Islamic Forum. So special thanks to all our donors, our sponsors, our supporters as well. If you miss any of our program, you can
go to the same YouTube channel and the programs are there, the recordings are there for you to look at the program. Sometimes you may be busy one evening, you don't get to look at the program, you have an invitation, you go out and so on, or work. Some people work late hours or different shifts. Then when you get the time, you can look at the program on the YouTube channel as well. We also want to remind you of the daily emails. Every day we send out an email to everyone on our email list. So if you are not on that email list, if you're not receiving an email every day, then please send us your email address and your contact details, your WhatsApp number or your mobile number, so that we can put you on the list for the email, that you receive the email, inshallah. You can send your contact details to ifcinfo@gmail.com. On that email that we send out every day, there are continuing reminders of what's going on, what's happening, different programs and action steps that you can take for more blessings. Included as well are the different playlists of lectures on our YouTube channel. For example, we have a beautiful series of lectures on the seerah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So sometimes we would include the links for those lectures. Then we have some specially prepared video clips, some short lectures for the that are called editor's pick. This is our staff here at Islamic Forum prepare those special lectures. Sometimes you send out the links for that. Sometimes we have requests from brothers and sisters for a particular topic, a particular lecture, we will send out the link for that so you can look at those. So please be mindful to follow up on the, to check the emails every day, inshallah, so you can benefit from that. Also, you can send us your request by email to ifcinfo@gmail.com. Or you can sign into the chat and put those requests for dua. Every day we make dua for all those who requested dua. So this is a wonderful opportunity for you to send in your request for dua. So for example, for birth anniversaries, your birthday, or the birthday of a family member or a loved one that you would like to convey birthday wishes to, and to make dua for them, you can send that request to us, inshallah, and we will respond to your request. Other anniversaries, such as death anniversary for your family members or loved ones, parents or grandparents, uncles and aunts and others that have passed away. It may be the anniversary of their passing as well. Maybe 40 days ago, a year ago, 2 years ago, whatever the anniversary is for those that have passed away, your loved ones, then you can request dua for them because the dua will benefit them. And so you would send that, type that information in the chat, requesting dua for them, and we would include that in dua. Sometimes we may not mention the names, but the admin staff would inform us of those requests and we include that in dua. So even if your name is not mentioned, once you put that in the chat, you can rest assured that we will make dua for you. Other anniversaries, like wedding anniversaries, your wedding anniversary, it's a wonderful blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that you can thank Allah subhanahu wa ta'ala through your dua, inshallah. So let us know about that as well. You can type that in the chat or email us. Graduation, your children graduated from school, college, university, and so on, or you yourself, you're studying and you've graduated, let us know. So this, because this is another blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, and it's good to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for this. And any other blessing, ni'mah, that you receive in your life, it is a wonderful opportunity for you to request us, and we all make dua for you. The entire IFC family say ameen to that dua, and you get that blessing, inshallah.
We want to request you every day to sign into the chat. As soon as you tune into the program, 7 p.m. or shortly thereafter, sign into the chat. Click on the like button for the program so you can like the program, because that helps in the analytics for the program, inshallah. And we invite your active participation in the program after you sign in, and then your daily reports, updates on the different projects. We have several ongoing projects, and the objective of these different projects is to help you to develop good habits that would take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala and closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember, the overall objective, the main objective of this program is to take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so these projects are there to help you to develop beautiful habits that would achieve this objective of nearness, spiritual nearness, al-qurb al-ruhi, spiritual closeness, spiritual nearness to Allah subhanahu wa ta'ala and to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And so we have the gratitude project that you put in the chat, something that you are thankful for, especially as it relates to the program. You're thankful for the live stream broadcast, you're thankful for the other programs we have, and so on. Then your report on the Salawat project. We have an ongoing Salawat project, which is very beneficial, very blessed for you. The update on the Quran project that you would put in the chat, where you've reached in your Quran project, which surah, which ayah. And of course, before that, you have to make your niyyah to join the IFC Quran project. And the niyyah, as you join this IFC Quran project, is that you recite at least one page of the Quran every day. This is the first level or the first step for the IFC Quran project. You recite at least one page a day. Some days you may have more time, you can recite more pages. And then you increase from that. As you find that you're able to maintain that one page per day routine, then you can increase it to two pages per day and spend some time to develop and maintain that routine of two pages per day. Once you can do that, you move on to the third level of three pages per day that you recite every day, at least three pages. That depends on you. Take it gradually and you do that. But then by doing so, reciting the Quran every day, a time will come when you'll finish the entire Quran from beginning to end. You'll do your khatm of the Quran. And this is a great blessing of this IFC Quran project that we started many, many years ago. And there are many, many brothers and sisters from many different countries throughout the world that have completed the khatm of the Quran by joining this IFC Quran project. It has a lot of barak, a lot of blessing. So we encourage you to do so every day. You know, give yourself the time to do so. And we suggest the beginning of the day, Fajr time, before Fajr, after Fajr, you can do your one page of the Quran then, inshallah, use a bookmarker so you continue from where you left off, and then you let us know every day how you're progressing with that, and we make dua, Allah subhanahu wa ta'ala bless you to do your khatam. And there are many brothers and sisters that have done their khatam for the first time in their life by following this IFC Quran project, and thereafter they've done it so many times, many khatams, time and time again. May Allah bless all of you to do so. As part of the interaction of this program, or with this program, it's the promotion and propagation of the program, for you to tell your family members, your relatives, your friends, and other Muslims about the program, to share with them what you've learned from the program, how you're benefiting from the program, to encourage them to look at the program, watch the program, sign into the chat. Inshallah, they'll benefit, and you will receive increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Remember also the other programs we have on the broadcast that Allah subhanahu wa ta'ala can help you to benefit from, guide you to benefit from, inshallah, inshallah. And so thanks once again for each and every one of you. And we want to make a special dua now for all our donors, those who donated today
yesterday and before. We want to thank all our donors, praying that Allah subhanahu wa ta'ala will bless them. Allah subhanahu wa ta'ala will increase their rizq. Allah subhanahu wa ta'ala would put barakah in their wealth. Allah subhanahu wa ta'ala will bless them and bless their family and loved ones, all because of their donations to the Islamic Forum. And we hope you can seize the opportunity regularly to make your generous donations to the Islamic Forum. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. So a special dua for all our donors, special dua for all our sponsors, those sponsors, different projects that we have, the volunteers and supporters, the entire IFC family, and each one of you, the audience, that you join us every day, you allow us to be with you in your home through this program, that together, all together, is this one IFC family, we can travel to Allah subhanahu wa ta'ala. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you with goodness, all goodness in this world and all goodness in the hereafter, and save you from the punishment of hellfire and bless you with Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the entire IFC family to be in Jannah, all of us together in the highest levels of Jannah, Jannatul Firdaus, with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with the Ahlul Bayt, with the Sahabas, with the Awliya. Ameen. And so please join me in dua. As we make special dua now, kindly raise your hands and join me in dua. Allahumma ameen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأكد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم آمين، آمين، آمين. May Allah subhanahu wa ta'ala increase you in tawfiq and qubul and ziyada. Remember, after we finish our daily live stream broadcast, we have the dhikr majlis that continues throughout the night. So once we finish this program on the same channel, we start the dhikr majlis, and the link for all our broadcast, it's youtube.com/Sheikh Faisal/live. And then all day we have the day companion program all day that you can tune into, and even if you play it in the background in your home, but the blessings will come to your home, inshallah, because for these programs we do a lot of dhikr and dua and Quran recitation and dars, so on, to remind you about getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala, closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the barakah flows in your home because you have this, you listen to the program or you watch the program, or even if you have played in the background because you're busy at night and during the day and so on. But we have our broadcast 24/7, all day, all night, 7 days a week, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every one of you. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you always in the shade of His special mercies. Until we meet again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.